السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي أنساتي سادتي مخداتي وبسادتي. أما بعد، اليوم حلقة مميزة، اليوم حلقة مميزة، بس اليوم مميزة بزيادة، شويتين بزيادة. تعرفون ليش؟ بنسوي اليوم مطار عسكري. اليوم مطار عسكري، مش مطار عادي ابدا. خلينا نستعمل هالدوار في ويت واحد من الدواوير اللي مسوي فيه فتحات. هذا شكله زين. زين ابى اللي يروح. بنبدا اسوي لنا جيش. يعني قلت كل هذا سوينا. ما سويت كوبي عدل ترانيا. ما في شيء اسمه داش مطار عسكري بالغلط. ما في شيء اسمه لا يمكن الرجوع. ما في شيء اسمه هالسوالف. اذا بتدخل مكان عسكري لازم تكون قاصد، لازم تكون فاهم، لازم تكون انسان محنك وعارف. اذا عندنا مينا هني معناه في مينا عسكري بيكون في الاتجاه الثاني. فبالتالي تكون حلقتنا اليوم شوي مميزة يعني عن باقي الحلقات. لحظة. ايوه هو ده الكلام، هو ده الكلام. انزين تعال 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 تعال، انت خلك سيدة، انت خلك سيدة. 200 200 الدخلة، بس هذي بنطولها شوي الى الين هني، اللي هي بتكون عندنا نقطة التقائه بالشارع ثاني. بحيث خلاه يوازن الشارعين تقريبا، تقريبا وزنهم يعني قدر الامكان. لان ما بالنسبة لي ما في شيء غلط تدش معسكر. معسكر لازم انه يكون مش ممكن انك تدخله بشو بالغلط، لازم تكون قاصد تدخل معسكر. إذا داش معسكر بالغلط معناه المعسكر هذا غلط، المعسكر هذا غلط، مش أنت غلط، المعسكر بشكل عام شيء لازم الناس ما تدخله بالغلط. إذا نعدل اللفة عدل على أساس ناس تعرف تطلع من الشارع بشكل انسيابي. زين بالطريقة هاي. انزين نسوي بالطريقة هاي. اوه خليل ليش هذا كله؟ ليش هني في شارع وهني شارع وهني؟ انزين لان هني بتكون بوابة المعسكر. هاي البوابة حتى الحين ما عندي نية اخليها اكبر، بس هذه البوابة هني بتبدأ بوابة المعسكر، هني الدخول. او حتى ممكن نسوي سيدة اكثر. ويت، اللي يدخل معسكر لازم يعرف وين ناس يدخل، فبالتالي تكون لفة مش سهلة وحدود السرعة تنزل وإلى هنالك يعني. فبنسويه هني روحة، هني ردة، اوكي. هني تقريبا 90 degree. لحظة، هذا التول وايد مهم حق النوع من الشوارع. اوكي نسوي هذا شوية. ما في شي ما نعده في المود التول، قلت لكم قبل التول المفضل مالي. ممكن اي مود ما تنزلونه، بس هذا بالنسبة لي يا جماعة ضروري، جدا ضروري. لا يمكن تسوي سلسلة او اي شيء من غيره. بنبدأ هنا، بخلي مكان فاضي طبعا. لازم بنبدأ شو نسوي؟ طبعا ما نحتاج بوابات. الحين مطار عسكري، بس هذا بيستوي معسكر كامل غصب، يعني غصب يستوي معسكر كامل. ما في شيء اسمه والله لا ويمكن لا لا لا، بها بيستوي معسكر كامل. وين صار هذا؟ زين، والمعسكر الكامل لازم يكون بالطريقة هاي اللي بتشوفونها الحين. زين، هذا بوابة رقم واحد. ما اظني انه
معسكر تكفيه بوابة واحدة بصراحة. صراحة أنا مو أعتقد إن المعسكر تكفيه بوابة واحدة، لازم أكثر من بوابة. فخلنا نسوي بوابة هني، بوابة ما بأكبر المعسكر بشكل ما أحتاج إني أكبره. بوابة هني بمد الشارع عادي، مش قضية ترى، شارعي مد. بس ها بوابة ثانية صح، معنا بمد الشارع هني. طبعا اليوم بنبدأ في اللي هو مثل ما تقولون المطار دايركتري، يعني مش انه بنبدأ شيء بسيط، يعني حتى نكمل معسكر يمكن كامل بشكل كلي بعدين، مش الحين. انزين، هذا شارع ذو اتجاه واحد. انزين، نبى هذا التول بالطريقة هاي. شارع ذو اتجاه واحد، شارع ذو اتجاه واحد، مدخل والمخرج تقاطع واحد. احس شيء زين، انا احس انه شيء زين. اتوقع يمكن يختبصون شوي بس اتس اوكي عادي. طبعا الدخول والخروج بيكون تقريبا نفس الطريقة، مدخل المعسكر بالطريقة هاي. خلنا نسوي المدخل والمخرج نفسه هناك بالضبط نفس الطريقة. زين، بنحتاج اساسيات هني اللي هي جدار او جدار جدار او فنس وول مثلا. نحتاج جدار 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 جدار، مش هاي، انا منزل كولكشن جميل يعني، بس ابا مش هذا برجر. هذا مكتوب اوه، ليش البرجرنج؟ ان هذا دار، ان هذا دار، ان هذا اللي دار كونكريت شكله حلو، ان هذا منتهي وضعه، هذا رايح في عينها. ايوه هذا دار يباله. اوه هذا يبال. اوكي، تعرفون شو يعني بنسوي؟ بسوي شارع داخلي. صبر، خطر على بالي الحين اسوي شارع داخلي حلو، وين يكون؟ حول المعسكر، لان هذا اللي دار يباله شو؟ يباله شارع حلو. فبسوي شارع قديم داخل معسكر. احس فكره سيئه، والله احس فكره سيئه تراني. هي ويك اب. انزين، خلنا نسوي حلقه، نحن قاعدين نسوي حلقه. زين، شارع قديم داخل معسكر، لا اوكي الشارع القديم هذا اوكي. اوكي الحلو هذي دار، انا نزلت الموت توه من قريب وما كنت اعرف انه يباله هذا على فكره. هالشي استكشفته هني، الحين قاعد استكشفه وياكم، تخيلوا انتو. زين، وين الجدار؟ اوه خلنا نشوف فيزيترز الجدار يجيب زوار. ترى مش غلط على فكرة، ها؟ اتز نايس، اتز نايس. نقدر نسكر الإدار الناحية اللي مش مسكرة هاي، بسكرها أنا بإدار صغير ولا بدبابة ولا بهالسوالف. في عنا مجال نحط وايد أمور، وايد أمور. بس طبعا ما بكمل إدار كامل، بس الحين بنحط الأساسات، لأن شوي شوي بنبدأ نكمل 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 نكمل، عرفتوا؟ لين يمكن وايدين فيكم بعد متابعين السلسلة وتعرفون لحظة ان في عندنا سيارات عسكر، بنحط هنا شيء نغطيه بعدين، مش قضية كبرى هاي. بعدين بوابة، يعني في دبابات، في حرس، في هذا، في ذاك. والله ان الجدار هذا جميل صراحة، صراحة جدار حلو، لونه مكتوب عليه فيزيترز يعني، بس زين، وايد زين. ونسكر الإدار هذا، هذا اوه لحظة تقنعني اني انا ما شفت هذا. انزين، شوفوا هالإدار هذا، انتوا اختاروا تبون في الحلقة الجاية نكمل
المعسكر هذا الجدار كامل ولا تبون جدار ثاني ضخم؟ اوكي انا ما بسوي فوت، انا ما بقول شيء على اساس ما حد يقول انا خربت قراراتكم. اوكي القرار عندكم، هذا الجدار انتم بتختارونه كمتابعين القناة مش انا، ابدا مش انا. انزين بسوي دوار، انت تعرفون شغلة الدوابير الحين شغلة شوي كئيبة. انزين بسوي دوار هني ودوار كبير هني، الحد يطلع من الفلتر هذا، بسوي بوابة واحدة ممنوعة الشاحنات، بخلي البوابة البعيدة هي مال الشاحنات. اوكي وبنسوي لا مش 100%، لحظة لا خلنا ندمر هذا من هني، بغير الشارع. اوكي الحين ما الحين شكله ميكس مور سنس، ميكس مور سنس اللي هو منطقي اكثر شارع. شوفوا في شير على الاقل، ايه عندنا شير. انزين عندنا شير هني، وش وارع هاي لازم تدخل في شارع اساسي اللي هو انا ابى في باصات برا بسوي لها درب، ترى انا مخلي مكان فاضي هني، ابى باصات مكان حطي مكان في باص، ولا هني يمكن باص اخلي صوب الثاني واسوي ممر مشاة من فوق. عندي وايد افكار مش عارف شو افضل طريقة اطبقها. زين طبعا نقبل جميع المداخلات من متابعي القناة، متابعين الجميلين، الجميلين ترى متعوب عليها حيتحرطن. زين ونسوي هني لحظة سمحت خليل لا تصارخ، لا تصارخ ازعجت الناس، ازعجت الناس. ايوه بدون دوارة، بدون اي دوار. بس لحظة لو اغير المركز ماله هذا شوي، خلي شوي سيدة اكثر. ما عندي مشكلة مع هذا لان شو اسمه هذا مدخل بوابة، ما عندي اي مشكلة. يبارك شارع عد. انا في شو مصر انك في زحرمار، شو مصر انك انا نو رود اكسس عاد شو كل هذا ويهك الخايس. يمكن في شيء عشان توصل عدل فيه لهذا. اوكي يمكن في خطأ. يمكن يحتاج هالنوع من الشوارع. لحظة نبغى سيد واحد بس، ما بشارعين، نبغى سنجل. ما في، ما عندي سنجل صح. اوكي بضطر اني استعمل هالنوع من الشوارع للأسف، انا ما كنت ابغى استعمل هالنوع، بس عندنا مشكلة شوي وصلات، وصلات ولحم وكرش وكلاوي. المهم ما علينا. انزين هو كل جوع. زين ما عليه يكون عليه شو اسمه شوي هذا هاي كل حد. وين المطار؟ تقعد اربع ساعات تسوي شوارع؟ شو بيوديك، شو بيوديك المطار اذا ما في شوارع؟ خبروني، عارف في حد بيقول اربع ساعات شوارع؟ زين يا اخي شو بيوديك المطار؟ خبرني ما عاد الشارع. زين سوي هذا هني ونرجع طول العجيب مالنا والنيب الشوارع اللي غصبا عني استعملها للأسف. زين هاي بتكون لا ما بابا الطريق هاي. شو بسوي؟ بمسح هاي، بجيب هذا بوز شوي هني هسه بيكون في الوسط مسنتر. ايوه نشل التول هذا ونشل التول مال ديستركشن هذا، نسوي بالطريقة هاي. زين نسوي بالطريقة هاي. طبعا نحن عندنا المشكلة مع النوع الهاي وهي مرموصرة فيه، بس هني في شيء ابغى اسويه اللي هو السرعة. سرعة البوابة 10. لحظة اذا سويتها 10 ما بيروح. لا لا خلي 40، خلي 40 والله لا ياكلونها.
ايه هني في انحناء بسيط ممكن اني اتقبله، شكله عيب اني هي شكله حلو اوكي ممتاز. شوي هو تحسونه خربطة، بس ليش خربطة؟ لان بوابة لازم. منو واقف هني؟ الطيب المحترم. انزين عند البوابات نبى باركنات حكم اوكي. باركنج سويت باركنج انزين، بس باركنز مالهم شو بيكون؟ صوت بس صح؟ ولا باركنز ياكل يا حبيبي؟ انزين حطي باركنات هني حسب ما اقولهم وين توكون وين ما توكون. باركنات هني، لا هالباركنات تعبانة. نبى باركنات، لحظة هشو الباركن هذا الشكل معوق، امسح. ايوه هذا نبى باركن هني، باركن هني، باركن هني، ايوه الحشيش بالضبط هذا الباركن اللي ادور عليه. ونسوي له شارع من هني لين هني الشارع اوكي. لحظة مش هالشارع، شارع نبى هذا اللي هو كتش، بس مش كتش، عرفتوا شو تسمونه؟ انا اسمي كتش هذا عندنا، انتو شو تسمونه؟ خبروني بعرف في الكومنت سريعا جلدي، ها شو تسمونه هذا؟ لحظة اسوي هني بالطريقة هاي، وعقب نقدر نسوي على القياس. نايس. شوفوا الاحتراف يا حبيبي، لا تستهبلون. اكيد احتراف يا حبيبي حبيبي. نو باركينج نو باركينج نو باركينج نو باركينج. الشارع ما في حد يبركن هنا على البوابة طبعا، ممنوع ممنوع ممنوع. وين الباركن؟ طبعا ما في باركنز، ما في باركن، ما في باركن. اكيد في حد غبي بعد بيجي هني بيبركن اخر الدنيا، وانا ما ابغى. اعرف انا اعرف انا اعرف اعرف الحركة الخايسة اللي تستوي. طبعا بنحط كل شيء عسكري هنا، بحاول حتى اذا حصلت تشوفوني يصير بركن. انزين بنسوي على اساس الخبصة هاي ما تستوي، شو بنسوي؟ بحاول اني اشل هذا، اسوي لك كوبي اوكي، ولا هذا الجزئية كاملة مع الشارع الثاني اوكي، كوبي حطيه في اماكن ثانية. اذا يركب ما بيركب هني عدل، فلا ما يستوي، لا ما بيستوي عدل. فانا يا اني اسويه عدل يا انا ما اسويه. اوكي هني مش سيدة بعد الشارع بشكل زين. لحظة خلنا نمد شوي الشارع. لا ما بيكون اوكي، ما بيكون اوكي. زين بنحط لهم هني عند البوابات، هذا بخليه باركن استثنائي. خلونا نتفاهم مع الوضع، نحط لهم شارع هني اوكي. هذا المكان في جميع الاماكن ممتاز، قاعد يركب الباركنات فيه بشكل اوكي. شوفوا هذا ما يستوي باركن بعد، مو مشكلة. هذا المكان ممتاز، هذا يبالي عقب يوم الخطوة الاخيرة بنقضي حلقة ولا حلقتين في شو نحن في ترتيب المدينة. فيوم بنقضيها هاي ترتيب المدينة كم حلقة بيكون وايد حلو، لان نحن قاعد اوكي. هذا قياسه رايح، بنحط شيء عقب معنا مش قضية يعني. شوي اوسع شوي اضيق هناك. لا لحظة مضايقني سوري، لازم صح مو مشكلة. هي قاعدة عامة، إذا الشارع ما طلع يضبط وياكم أنت تبون مدوا شوي أكثر الشارع. الحين أوكي، الحين أوكي أوكي، الحين وايد أوكي. زين طبعا ممنوع الباركن كل مكان، هني ما في باركن، ما في باركن. أنت حمار تمشي من هني لهناك يعني؟ وقف شي باركنات والله، شو يعني بيطيح نصك إذا وقفت هناك؟ وقف هني، وقف. نمنع الباركنات هاي كلها، نمنع الباركنات، نمنع الباركنات.
من على البركنات من على البركنات. خلنا نصير في الموضوع الأساسي، محاط المعسكر هذا تكون بعدين، بس أول شيء بنسويه بالنيب هني بنحط مطار اللي هو عندنا الحين مطار عسكري، على ما أذكر عندنا مطار عسكري. يب مطار عسكري، بس غالي ترى المطار العسكري، مش رخيص، هذا الأرخص إذا ممكن يعني، هذا يكون أرخص شيء. بس بأن هذا بكم؟ 260,000 أوكي. عندنا هذا بألف، هذا بكم؟ وين سعر؟ بلاش تقريبا بلاش بألف، ألف إيش ألف؟ ألف حق ما أدري، أنا متعود أحط أرقام واقعية لكن الرقم بالطريقة هاي ما أدري غريب علي شوي. إنزين مش مشكلة، خلينا نفتح هذا، نسكر هذا كامل من البرش مالنا. واو بوك هني بالمطار العسكري بالطريقة هاي هني بيكون أوكي. بني بالمطار العسكري هني، تشوف اللي ببلاش هذا كيف شكله، ما يبين هذا سلوب تو ستيب. كم تبقى كم يبقى مساحة؟ والله يبقى مساحة طيبة، يبقى مساحة محترمة هذا. مش مشكلة، بشو بسوي؟ بنعم هاي الزوايا كلها أساس ما يبين قبيح يعني أكثر من لازم، وبيبين تعبان شوي. أنا التصميم عندي، لا التصميم عندي زين مستوي يا حبيبي. مطار عسكري صغيرون أوكي، لا بالعكس والله المطار زين، والله زين، لا لا زين، وايد زين هالمطار، وايد زين. زين عندنا شارع ثاني نحن كان موجود، مش هني مش هني مش هني، اللي هو براويكم شارع سبيشل مسحتان شكلي، شارع كان فيه الباركنات منه وفيه وما ادري وين الشارع، هل هذا مسحته ولا خليته ولا ما اذكر، وايد مدات غيرت لدرجة اني ما اذكر، تبون الصدق الصراحة هاي اظني شليته خلاص لاني ما استعملته، ما استعملته لغيته من الحسبة شكلي. ايه زين سيمتريك الرود، خلنا نشوف هني شكل الشارع هذا ايش شكله كترة. زين خلنا نحط لنا الشارع محترم، عيل شارع بحشيش لانه قدام باب المطار هذا. عسكر بس يمكن اكثر شارع محترم تشوفونه في المعسكر، وشارع المطار دايركت، لان شارع المطار متوقعين يكون فيه زحمة. اشوف شكله والله مضبوط، والله شي شكله. اها اوكي هذا بث، لحظة هذا بث باركن سبيس ويت، اي هذا شارعين مع مكان باركن، بس انا عندي عداوة مع هالشوارع ما احبها، ما بسويها، بسوي هالشارع، بسوي هذا الشارع افضل. انزين خليني بماي اول شيء، مطارنا يصفر ما فيه ماي، المفروض اني بله ماي. انزين كمحطة توليد كهرباء انا اتكلم الحين، اتكلم بالواقع المطار بشبكة انا اصلا في اللي هناك، بس تعرفون شو بسوي؟ هذا ينتج كهرباء بعد، هذا ينتج كهرباء، هذا ينتج كهرباء، هذا الداتا سنتر ينتج كهرباء، ايوه هذا كولد فيوجن رياكتر. هني الدوار هذا بيكون محظور يعني هذا المكان. زين ويت براويكم، جيت كان عندي شارع، خلنا احصل لكم اياه لحظه، لحظة تانك نسيت اسمه يا جماعة،
يلا تشيك بوينت كان ايوه هذا سكيورتي تشيك بوينت هذا لحظة خلنا نشوفهم لحظة خلنا نشوف هذا الشرطة ولا الجيش كان هذا للشرطة حلو وهذا بعد للشرطة الاثنين شرطة ما باهم ما باهم الاثنين شرطة ما باهم ابا كان عندي شارع يا جماعة نسيت اسمه هو عندي انا هذا الحين هذا موجود لحظة خلينا نحط هذا خلينا نحط هذا اي حد بيجي هني بيمر على التشيك بوينت طبعا شوفوا كلعبة يعني انا اقول لكم كلعبة الحين كل حد بيمر لا تقولوا لي في سيارة عادية تمر ما ادري منو يمر بس لا ممكن بسوي شيء صبر انا برايكم شو بسوي سوي ذكرت التول انزين نسوي تشيك بوينت هني تشيك بوينت هني ونبه شارع زين يمر من هني لين هني من هني لين هني زين والشارع هذا بنقطعه شل الشارع هذا كان في له طريقة هو شارع يدين هني والنيب شارع الرمل من خلنا نشيل الامتداد في امتداد زايد هني لا انزين من هني لين هني ومن هني لين هني بس لازم يبقى شارع محتاج شارع اوكي هاي اللي بيفتشون المكان شوفوا هاي اللي بتفتشون المكان حلو تفتيش المكان نحن شو بنسوي بنجيب هذه المنطقة بنمدها بالكهرباء لان الجيش مفروض ما يحتاج حد اساس انه يكون يديرة كهرباء اي حد نحن بنشبكها في المدينة لان نحن في لعبة لكن كظاهر بالنسبة لي المفاهة كم ينتج لحظة 60 ميجا وات وايد مش شوي فما بحط اكثر لان بحط شغلات ثانية بعد الحين لحظة هني يبى ماي اكيد زين يبى ماي ونبغى نمد الكهرباء لين المدينة او المطار القريب يعني لحظة المطار وينه اوكي والله مش قريب وايد هو احسننا مش قريب وايد يعني في نهاية اليوم هذا معسكر يعني لازم يكون بعيد نهاية اليوم انا قاعد اسوي معسكر انزين الحين اللي دران لا تنسون تسوون بها وتشوفوا اي جدار تبون اي جدار تبون الحين كمطار هذا شغال يكون انا بحتاج عدة خدمات داخل اول شيء هذا كل شوارع عادية امورة طيبة بحتاج مكان يجيب لي باصات هني محتاج مكان يجيب لي باصات خلنا نجيب شارع مشكلة هذا ترام فور لين بس ترامز اند باسز مشكلة انا ما بال ترام وبالي ادور لي تولين بس مع بس بس مو مشكلة الحين بنستعمل الحين اللي هو الون واي هذا اوكي عند باب المعسكر هني اوكي ما بستعمل هذا ويت 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 ويت, ويت. بدون ديكوريشن اساس يبين من المعسكر من برج المراقبة شو السالفة خلهم يشوفون شو السالفة اوكي لان برج مراقبة بيكون اكيد اكيد مكان بدون برج مراقبة شو الفايدة منه زين هني لازم يكون عندنا بعد شوي سكيورتي زيادة هذا
بارك الدبابات ابغى احطيه هني ورا هذا، ما يستوي مكان مش كويس ابدا، لكن اذا نحطي ابغى شي في الطريق يبين ان هذا معسكر فعلي. لحظة، عندنا هني باركنز، باركنز خلي فراغ حق امتدادات محولة، خلي هني فراغ حق امتدادات محولة. انزين ها باركن دبابات، بس ما عليه دبابات، تشوفنا ما عليه دبابات. اوكي اوكي اوكي، مو مشكلة، مشكلة عادي. زين نبا نحن كنا يسار، نبا السكيورتي برا نسوي نحطي لنا سكيورتي زيادة، قلنا بنحط الدبابات على اساس يبين انه شو معسكر. كيف تقول معسكر وما عندك دبابات؟ صح ولا لا؟ شوف في ناس تدخل، حلو يخفون السرعة، وايد يخفون السرعة. باركيد كان في عندنا حواجز، والله ما اذكر وين الحواجز، كان تحت الول تقريبا، بس تحت الول والله نسيت الصراحة. الحواجز كان عندي حواجز، انا منزل كنت حواجز، احيد كنت منزل حواجز، بس ما اذكر وين كانت الحواجز تنحط. الحين ابا حواجز، ابا حواجز، ما بك يسكر. هاي بالا ادور ساند، شو يسمون الحواجز؟ ما هي يا جماعة ارمي، شي تحت الارمي كان بعد اظني، بعد مش موجود. ملتري، هاي بنرجع للقواعد عقب نشوفها بعدين كل شيء. شكلي ما اذكر وينها، بس تشوفون عقب تعرفون. فشو بنسوي؟ بنصير هني نبى نحن جيت قلنا، ونبى ويسار مظلات. اوكي نبى مظلات، وين بالضبط المظلات؟ نبى هنقرات، يعني مظلات هنقر هم بيكونن على الأغلب هني مكان مناسب حق الوضعية. يبالي شوي ترتيب، هو يبالي شوي ترتيب يعني بصراحة، يبالي ترتيب، يبالي ترتيب، بس انه يبين المكان ان هذا عسكري لازم يبين، عرفتوا؟ انزين الحين يبالنا بس تعرفون شو نجرب نظرية الباص، إذا الباص يوقف هني ويوقف هني بس، ما يوقف أي مكان ثاني. هذا الباص اللي يجيب من عند المطار، اللي جايين دوام توا مسافرين يعرفون دربهم. اوكي ونبى روت ثاني حق اللي جايين من منو؟ من المدينة، اللي هم بيون. شوف وين فاضي، لحظة، هذا المكان عن طريق الترام، خلاص ما متعب اعمارنا، خطوط خارج المدينة ما لها داعي نخرطها في داخلية المدينة. اوكي حطي سيارتين على الخط هذا من الحين شغالات، خلنا نشوف كم ناس بتجيب لنا. شفت كيف؟ هذا المطار، هذا مشروع كبير، يعني انا اسوي مطار عسكري ترى مشروع،
مشروع مشروع عنده الحين. مش مشروع عادي ترى. زين الحين المطار نفسه يحتاج خدمات. شوف المطار نفسه بيحتاج خدمات خلف المطار. اول شيء نيبه من لا اذا يبنى هني هذا سكيورتي ايشو صح؟ لا مش سكيورتي ايشو عادي. بنيب بس خدمات المطار. بنيب خدمات المطار هني. نيب هني. اول شيء بنحتاج كخدمات مطار نحتاج التناكي مالنا وين؟ لحظة اريال يبالنا اريال بس هذا قدام المطار لازم يكون. ها مطار عسكري ما عنده وقت لازم يكون عنده. هذا اوكي ممكن يكون ورا كإدارة نحطيه ما عندنا مشكلة. انزين الحين اللي بيستوي نبى شارع. مش شارع لحظة هاي الهنقرات خلنا نضيفها على المطار. ويت نبى المكان شكله يكون مطار صدق عسكري يعني من الهنقر على اساس سيدا سير المطار. لا لا اذا المطار عسكري معناه الطيارة ما عنده وقت لازم على طول تطلع على المسار وعلى طول تطير صح؟ انا هذا اللي اعرفه. كهنقر ثاني هاي بنسوي لهم شوارع. ويت هذا هنقر اثنين ثلاثة. هذا دليل ان عندنا طيارات عسكرية وايد. الزمن والله طيارات عسكرية وايد. مش الزمن خلينا نشيل هذا بس لحظة يصير ازمة في حياتي هذا. تعال ثلاث نبى الشارع المطار نفسه شارع خدمات. اوكي ها ما يبغى لهم شارع نايس. مع ان هني المفروض هذا يوصل ها شارع خدمات لان هذا سلوب تو ستيب. عندنا مشكلة في الأرضية مو مشكلة هذا أصلا ديكوريشن بكبر الوضع أصلا مش قضية يعني. زين تمثيل تمثيل لحظة أنا شو حطيت أوه ما يستوي اصلا من هذا. اوكي على اساس انه يطلع مش قضيه. هذا نقدر نسوي له عقب ونحن نسوي المايكرو مانجمنت مالنا نقدر نسوي. بس مبدئيا عشان يكون عندنا مطار شغال لحظة خيبة الماي يعني نبى التناكر مال الماي. مش مال الماي يا جماعة ايش اسمه يا اخي ثم نسمى البترول تناكر. نبى اللي هو مخزنات بترول لازم خزانات بترول. مطار بدون خزانات بترول يا حبيبي عليك. لا وعسكري بعد يعني مني بالعيد. نحط شيء ثاني هنا في عقب مالي وين ينقصني مكان ولا رغم ضبطها لحظة لحظة ايوه يبا يا ويلي يا عيني يا ليلة دام. اوكي 200 200 200 200 هذا مليون 200 بعد مش 200 200. بس شوف كيف موصول الشوارع العامة. على فكرة الضغط هذا هالشارع بياكل ضغط شوي بس المفروض ان عندنا وايد طرق بديلة يعني. انزين بهالشارع بأمنع اول شارع يدخلون فيه الباصات. خل الباصات يدخلون هناك وين الخدمات وين الخدمات. ممنوع دخول اي حد. باصات ممنوعة تكاسي ممنوعة
راسي لا مش ممنوع. بس سيارات التكرير والانقاض وهي، بس شاحنات ما بهم يدخلوا هني، اهم شيء عندي الشاحنات انا الحين، والباصات ما يدخلوا مهني. باصات وشاحنات ما يدخلوا مهني، باصات وشاحنات ما يدخلوا مهني، اساس هاي اذا بيسوون زحمه على بوابه امن ما يسوونها هني، يسوون زحمه تبع هناك. شوفوا هذا يوقف مكان زين والله، والله مكان زين احس، بس يبالنا ممشى للعالم، ناس بتمشي للدوام يعني، تبدأ بتروح تمشي، فلازم يكون على الأقل نرحمهم بممشى يعني، لازم ممشى شيء أساسي أحسه. اوكي خلنا نسوي ممشى مهني دين هني، البوابة اللي بينزل مشي بوابة، بس خلاص في قدام الدبابة بعد مرة، هذا بروحه احس السكيورتي شو مشكله امنيه. انزين يخطف قدام البوابه قدام هذا، استوى عندنا ممر حقهم، شوفوا يروحون يردون بكل اريحيه على فكره، ما عندك مشاكل. الشارع المفروض ما يكون عندك مشاكل، حتى اذا تبي يوتيرن يعني عادي ممكن اضيف انا يوتيرن، اللي ما عندي مشاكل لانه احس هذا المكان لازم يكون فيه يوتيرن اصلا. خلنا نسوي له ابجريد، ترى الشوارع بعد يوتيرن، ها ما عندك مشكله. تبغى ترجع يوتيرن ارجع يوتيرن، تبغى تسير هناك تبركن بركن هناك، تبغى تدخل المعسكر لا تدخله مهني اذا انت عندك باص. المطار العسكري والله شكله في المر، بس ما اعرف ما اشوف حد راح رد عليه الحين، كم مواصلات تعبانه هني بعد. انزين خلينا نحط شوي سكن فراد. زين نبى وين الارمي، ارمي نبى البركس، لحظه عندنا بركسات صح؟ اي قدام هاي البركس حق منو؟ حق هالبوابات اللي محتاجين بركسات، بس البوابات وين بركساتهم تكون؟ لحظة البوابات لازم بركساتهم قريبة بصراحة، مش قريب قريب يعني، بس لا يبالهم هني داخل يكون داخل هذا، وانت مباركن دبابات وكل شيء صح؟ اذا بحط لهم بركس هني في الوسط بيكون ما عندي مشكلة. ها سكن هالبوابات ترى، ها سكن هالبوابات، بركسات بركسات اولية بعد. جمعتهم لك كهرباء ولا ما يبون؟ كهرباء عندهم ما يبون. نبأ ماي وصل هني، اوكي صار عندهم شو ماي هني. طبعا يبون مدهم شوارع اساسية وهذا، لان بركس المفروض اسوي الصراحة شوارع احسن، مفروض مفروض، لكن ما سويت الصراحة، حقي وخالي. حتى لو انه بركس يعني، شو يعني بركس؟ كنا مازن هولدنج سيل هاي ال يا حبيبي. هذا مش بركس زين، استعماله كامل غير، كامل غير عن اللي نحن نفكر فيه، بس مو مشكله انا حاطه عشان الشكل يعني. في النهايه فتر الكاباسيتي زين، بيصير مركز الشرطه مال الجيش هني، والبركسات هاي لها كم السجن ترى للاسف، مجبور انا يعني بالشيء هذا. لحظه خليني اسوي بقيت حق الشارع، هذا مضايقني حرام يعني. اوكي يعني اوكي انت بركس، بس مش بالطريقة هاي يعني، مش بالطريقة هاي، لا هذا اوفر، شارع كترة. الحين في معسكرات انا اتصور يعني يمكن متطورة اكثر عن اماكن ثانية. اوكي هذا كتر، انه من افترض ان الدبابات تمشي على المحيط، لكن هني ما يصير يعني، حرام الصراحة. فشو اللي بنفترضه هني؟ اول شيء يكون عندنا نحن، يكون عندنا احنا هذا ما هذا مش حق هني الصراحة، هذا حق الشارع العادي. زين هذا ميليتري بيس اللي هي الشرطة هذه مال العسكرية، انا اشوف يستوي هني بالضبط جنبه، هي يستوي هني فيري نايس. زين وعندنا الجنود المخالفين بنحط لهم شو؟ بركسات.
جنود المخالفين الحين بنحط لهم شو بركسات. هذا حق يا حبيبي. في عندهم هولدنج سيل، عندهم كل شيء. لحظة خلنا نرفع الشارع. ويت 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 ويت، الشارع غير صحيح. لا يمكن أبدا. أوكي تقريبا نتعدل. شوفوا الباترول كارز طر، شوفوا هامر يطلع. بس لازم يكون عندنا من بدري لهذا، ترى اصلا لازم يكون من بدري عندنا البركسات. كيف شرطة عسكرية ما عندها اي سجون؟ ما يستوي. انت تقول الحين موضوع القطار هي، بس الموضوع ترى عسكري، والموضوع العسكري ما يتحمل مزاح فيه هاي السوالف، لان النظام عسكري. طبعا مدخل من هني لازم يكون فوق شوي. نسوي حوله، يمدينا نسوي دار. ويت هذا ما اعرف اذا وورث ولا لا. زين ما اعرف هذا وورث ولا مش وورث اني اسويه كديزاين. نشوف الحين هذا حق اللي يحاول يشرد. نضمن انه هو فتحت البجت بنل بالغلط، سوري. زين نضمن انه ما راح، نوعا ما نضمن، او شو اسمه، نضمن الله انه ما يشرد هني. اوكي وبني براكسز، بس مش براكس اول، اول شيء بني بفنس. اوكي براكس كم براكس هني يصير؟ كم ما نحتاج اكثر، نحتاج اكثر ما نحتاج فنس. بنينا الشارع من هني. والله يبالي اوسع المكان، يمكن كان اختيار غير موفق حق هالشيء هذا. ما لحظة الشارع مشكلة، مرة مسير سبت هذا. ويت انا نهدم هذا من مكانه. رد سويها بالطريقة هاي، عدل الأرض هاي خدر الأمكان، بني بلهم شارع عدل. أبو هالشارع سبيس أوريدي أوكيباي. لحظة لازم أقدر أطلع من هذا. لحظة ويت ويت ويت، هذا بروحه يباله جيت، بروحه يباله جيت أصلا. هاي بالا بوابة اصلا، بوابة وايد عودة. هاي قاعدة ما عندنا بوابة صغيرة، ما عندنا هذا الردي محطوط مرة من حقي مكان نفس هذا اصلا. فخلنا ابايب هذا بعد ايبه من جنب، بعد يمشي ما يمشي شو بسوي عادي مو مشكلة. بايبه خلنا نهدم هذا عند بكرة أبي. زين هني بالشارع أول وديد مهني، هني بهذا مهني لين حبا. زين هني بهذا مهني لين هني. أوكي أوكي مش غلط، ممتاز والله. لا والله إنه ممتاز عيل. هذا استوى عندنا البركس، هذا هني وين بيسجنون، وكله تابعين لمركز الشرطة العسكري ترى. ها كله حق حضر جناب منو القطار منو العسكري اللي ما حد سافر فيه للحين. انزين اخاف ما يكون فانكشنال، ما يكون شغال وانا مسوينه، بس هو كاستاتيك كشكل محتاجين نحن معسكر. محتاجين حتى خدمات طبية عسكرية، محتاجين وايد شغلات. يعني تتوقعون الموضوع بهالبساطة؟ محتاجين كل شيء كمدينة، مدينة نهاية اليوم مدينة. يعني حتى الأشياء اللي نستعملها مفروض تكون نوعاً ما عسكرية وهاي السونة، أو تدل على مبنى عسكري أو شيء من هذا القبيل. يعني مثلاً بنحط شيء نفس هذا، شوفوا مثلاً
اوكي هذا ممكن ينضم لمكان عسكري، انا ممكن اضمه هذا لمكان عسكري، ما عندي مشكله. ليش؟ بالابكيب ماله 1200 وشيء، ولا ليش؟ لان هذا اصلا مضبوط، تعرفون هذا مضبوط. لحظه خلنا نشوف. ابا شقه ابارتمنت زي مكملي تاريكان. انا منزل شقق عسكريه. منزل انا المفروض يكون موجود. مشكلة هالحين هذا اولد بركس بيسوي لنا مشكلة، لأنه يبغى لنا بيوت. لازم بيوت، لازم بيوت. مش محصل بيوت والله. هذا حلو ما حطيته، أخله هني مو مشكلة. بالإضافة للمستشفى بنحط مخيم. لا بشيل المستشفيات، وايد كوست عالي. هذا الميديكال طبي. واه فنان فنان. زين ان البركس قلنا هاوس. شو كان اسمه؟ شو كان اسمه؟ والله مش قادر اذكر. بس انا نزلت بيوت، نزلت بيوت. نعم هذا يكون حلقة يا ياسر. المهم وايد طولت في الحلقة اليوم، مطار العسكري. نشوفكم في حلقة قادمة على خير بإذن الله. لا تنسون شير لايك سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.